فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب في سن العشرين، وكلما أردت أن أتوب من معصية رجعت إليها مرة أخرى، ما نصيحتكم لي في ذلك؟ أنت تجنب الأسباب اللي توقعك في هذه المعصية، قد تكون تخالط ناس عصاة يتعاطون هذه المعصية فيغلب عليك الطبع والتقليد فتعمل هذا. اجتنب رفقة السوء، ابتعد عنه. إذا كانت عندك هذه المادة في بيتك أو حولك أبعدها، أتلفها، لا تبقى عندك، يعني أزل الأسباب التي توقعك في هذه المعصية. نعم.